هاي شيف، هاي ملك، كيفك اليوم؟ مشكور الله. عندنا حلقة مهمة، حلقة كثير مهمة اليوم عن الشوربات وكيفية الشوربات. طبعا اليوم حتى صار في عندك دايت تركز على الشوربة. لا الشوربة مزبوط. اليوم حنعمل ثلاث شوربات، حنعمل شوربة بالبامكن اوكي اللقطين، حنعمل شوربة بالبطاطا، وحنعمل شوربة بالتورتيليني الإيطالية بمرقة الدجاج. اوكي هلا اول شيء حنبلش حنحط مرقة الدجاج للمدوات. حناخذ طنجرة حنبلش هلا اكيد مثل ما قلنا حنبلش بالشوربه الدجاج، حنعمل عجينه الباستا. اوكي يعني مثل ما بتعرف شاف انه الانسان منذ القدم كيف بلش يطور غذائه وبنفس الوقت بلش يتطور جسمه، يعني يصير في تغييرات بجسمه من خلال الغذاء يلي عم ياخده. اول شيء كانوا يتناولوا غذاء مبني على بس على الخضار، بعدين صار لحوم، وبنفس الوقت بتشوف كمان هالتغييرات يلي بنشوفها من خلال الرسمات او البرامج الثقافيه يلي بتحكي عن الانسان اول ما بلش. الانسان القديم مزبوط. حجيب بس نعمل ناخذ صفار بيض بس. فالباستا هي عاده العمل طحين وصفار بيض مش بيضه كامله، فيك تعمليها بيضه كامله. حلو. بس هي الاصليه بس. حتى في شوربات ببلاد المغرب العربي بدخلها البيض، يعني بنحط بيضه بقلب الشوربه. حقيقه بحطوا لها بيض. مزبوط. حنحط هلا صفار، حنحط زيت زيتون ومي وملح لنعمل منها عجينه الباستا. هذا الصفار البيض خلص، حنشيل هول. اوكي. ملح. نحط زيت زيتون. حتى يعني بتشوف من خلق بخلق بشهر رمضان المبارك العالم والناس على طول بيكسروا صيامهم بالسوائل، خصوصا بالشوربة بجميع أنحاء يعني بكل البلاد الإسلامية بتلاقي إذا كانت عربية أو غير عربية لا بيكسروا صيامهم بالشوربة. هون قد ايه بتشوف إنه الجسم بحاجة للسوائل، خصوصا من بعد يعني يكون صايم لساعات طويلة. 100% حتى يعني لما يكون المريضة شو بقول لك الدكتور؟ على طول عندك حرارة اشربي شوربة. مزبوط على طول. لأنه سوائل، لأنه فيتامينات، لأنه أملاح كلها فيها، هذا قبل ما يجرب يعطيكي أي أدوية مشان جسمك يجرب يدافع عن حاله، وفعلا هي كل الشوربات بتعلي نظام المناعة بالجسم. مزبوط. فلذلك كمان نصيحة تكون على طول من غذائنا مش إجباري اليومي بس منهم بالجمعة مرتين يعني. هي المستشفيات خصيصاً الهدف الأساسي منها هي إنه يزيدوا كمية المي بالجسم. أنا أوقات عندي مرضى اما يعني حدا عنده بالمستشفى بيكون ما عم بيقدر ياكل مزبوط او ما عم يشرب مزبوط، فبيزيدوا له كميه السوائل من خلال الشوربه. مزبوط. هاي عجينتنا صارت جاهزه، حنحطها ترتاح. يلا